الموضوع الأخير الذي نريد أن نضيفه هو هذا الشيء، هذا الموضوع. فهذا بكل بساطة طبعا لونه هو اللون الأساسي، فبالتالي هنا في الأدنى هنا يمكن أن أقوم بالذهاب للبارتس لدي هنا في القالب وأقوم بإضافة فوتر. فإذا هنا سأقوم بإضافة footer.html وأضيف الفوتر هنا، هذا هو الفوتر مثلا. طيب الآن سأقوم بالتحديث، وهنا سأبحث عن الفوتر. ها هو الفوتر الخاص بنا. جيد، فإذا ممتاز. هذا الفوتر بكل بساطة فيه HTML مخصص. لا، نحن لا نريد HTML مخصص، نريد إضافة فقرة. فإذا add after، وهذا ال HTML المخصص سنضيفه هنا. سأحذف ال HTML المخصص وأجمع تجميع الفوتر. فإذا هذا اسمه فوتر، واضح. فإذا هذا الفوتر إذا ذهبنا إلى هنا ونظرنا به، فإذا inspect element، نلاحظ أن هذا الفوتر بالكونتينر الخاص به فيه 15 بكسل. جيد، ولون اللون الدار. فبالتالي هنا هذا الفوتر سنضيف له ال 15 بكسل فوق تحت. بخصوص اللون، سيكون اللون الأسود الخاص بالقالب ولون النص أبيض. إذا ها هو. أيضا سأجعله متوسط، وسأجعل الخط سمول ربما، وربما أضيف له سمك للخط، وانتهينا. ها هو، جيد. إذا هذا هو القالب. الآن سأخذ الفوتر كما هو، إذا نسخ وأقوم بلصقه هنا بداخل الفوتر بهذا الشكل. ممتاز. فإذا الآن انتهينا نحن فعليا من تحويل هذه الصفحة التي بدت لنا جدا بسيطة، لكن فيها الكثير الكثير من المعلومات التي لم أنهيها أنا بعد. يعني كنظرة سريعة فقط للأمور، نحن تعلمنا كيفية استخدام مكونات ووردبريس المختلفة، وخصوصا مثلا السوشال، التنقل، الغلاف، الأعمدة، المجموعة، الأزرار، الصور، تعلمنا كل هذه الأمور، التضمينات، HTML متخصص مخصص، تعلمنا كل هذا. زائد أن نحن تعلمنا كيفية إضافة ستايلات مخصصة للمكونات من خلال استخدام الملف functions.php، واستخدام أيضا function اسمه register block style. نحن فهمناه أكثر، فهمنا أكثر كيفية تخصيص الموقع من خلال theme.json، فأضفنا الألوان، أضفنا ال content size، أضفنا ال ستايلات المختلفة. قمنا أيضا بشيء بسيط من CSS resetting عندما قمنا بجعل المارجن والبلوك جاب لكل شيء زيرو. أيضا تعلمنا بعض الأشياء من CSS، وتعلمنا أن بعض الأشياء يجب أن نجلبها من إضافة، لا يمكن مثلا كل شيء أن نصنعه من خلال المكونات الموجودة، ربما نحتاج لإضافة لمطور آخر قام بإنشاء مكونات، أو نحن نكون هذا المطور وننشئ مكونات مختلفة. أيضا قمنا بتثبيت إضافة Context 7 لأجل الفورمز، وتعلمنا شيء بسيط عنها. فإذا تقريبا نحن قمنا بنسخ ال HTML template الموجود هنا، قمنا بشكل تقريبي بإضافته ل ووردبريس، وهذا شيء جيد. فإذا ماذا بعد الخطوة؟ سأقوم بتسجيل فيديوهات تعتمد أكثر على الموضوع. يعني الآن فهمنا نحن الأساس، فهمنا كيفية عمل الأمور معا، فهمنا أساس الأساس. الخطوة القادمة منا أن نتعلم مثلا كيف نضيف خط، كيف نتعامل مع الخطوط، كيف نضيف مثلا سكريبت مخصص، كيف نضيف ستايل مخصص من ناحية الستايلات مثلا، أمور بسيطة يعني بتبقت، كيف نقوم بالترجمة مثلا أو جعل هذا القالب قابل للترجمة. فهذه الأمور المتخصصة أنا سأجعل لها فيديوهات خاصة لها، وبالتالي لن تكون فيديوهات ربما متسلسلة، ربما فيديو الآن، فيديو غدا، فيديو بالأسبوع، فيديو
الشهر، لكن سأبقي على الاستمرار بهذه السلسلة من ناحية التحديثات، أن نحدث وكيف ننشئ أشياء أكثر احترافية ونؤمن خطوة، نؤمن مميزات أكثر للقالب مكونات الخاص بنا. وهذا هو فقط بالنسبة لهذا الموضوع، أتمنى أنكم تعلمتم شيء جديد، ولو كانت هذه السلسلة طويلة وفيديوهات طويلة، لكن أتمنى أنكم تعلمتم شيء جديد.